ناخد ناس نوديها تسكن في اماكن تليق بيها. تاني المجمع اللي احنا بنفتتحه النهارده ده اتأخر 10 سنين تقريبا عشان احداث 2011 كانت مندمجة. إن الناس محدش يقدر يخدعها بالكلام، حتى لو هو تعبان، حتى لو هو تعبان. أنا دايما أقول لكم إيه، براهن على الناس، على المصريين، مش كده؟ طب هنا بقى أنا بقول لكم، طب أنا بشكر المصريين.